روح شوية فوتبال، احنا ما نديروش كيما جريدة الموجات بكري خلي الفوتبال في لا ديرنيير باج، نحطوه في النص. عندنا في كرة القدم موضوعين، الموضوع الأول يتعلق بالفريق تاع أقل من 17 سنة اللي خرج بطريحة كبيرة ب 3-0 مع الفريق المغربي. فريق هذا فيه أخ مواطن كشف أنه فريق تاع المعرفة، وهذا الشيء معروف. درك ولاو جنرالات وزارة وقنا يدفعوا يخلص مليون للشهر في زعما دي زيكول هذا تحلو تاع فوتبال وقنا، ويقول له خرج لي وليدي فوتبالور. عمر ما هكذاك راح تحلم من السما. دون دي كلوب اليوم نشوف مثلا فريق كما تاع المولودية كانوا عندو دي جونيور هايلين حتى 2006 2007 كان عندو دي جونيور هايلين، من 2007 وروح خلاص ما عاد. وعلاش؟ ولا كل جنرال يجيب ولدو، كل مدير في سناطراك يجيب ولدو، كل مسؤول يجيب ولدو، كل واحد يحب نريدو ويبعدو في الجون اللي يلعبوا اللي عندهم موهبه. ذكرت الموضوع تاع المودي باش نعرف مليح الموضوع تاع المودي، نعرفه مليح. داير علي بن شيخ يقول لك علاش ديميسيون، كان هو دي تي اس تاع لي جون، وكان مدير تقني تاع لي جون جونيور هبط. كي شاف هالحال هذا قال بقاو على خير، تبدا الروح ترمينا هيديك من نسمعوا هذا الاخ واش يقول لنا على واحد جوار في موان 17 اقل من 17 كما قولوا في الشان في اسمه في الكان هذه تاع 17 سنه بان العيب تاعو، بان باللي لاعب ما يدير كلش وما يديرش كلش، يدير كلش وما يديرش كلش، بمعنى انه هو ينفذ يلعب كاع لي ماتش، يعني تحس باللي راهو مفروض هذا بدني هدايا. راكو تشوفوا الوالد تاعو بعثوا لي انايا قالوا لي هاوليك باباه بابا الطفيل هدايا. بون انا ما راني ضد الطفيل، ما جيت نهبط المورال الطفيل، ما جيت نهبط المورال الباباه، ولكن الامور كيما هذه لازم توقال باش نعرفوا، باش كيما نقولوا الانسان يسير المنتخب ما راهوش كيما نقولوا ملك تاع المسؤولين او اللي يلعب فيه يلعب نو. المنتخب الوطني الجزائري اللي يستحق المكانه باش يلعب باش يلعب، هذا بابا غير كيما معين وزير ما على باليش تاع الصيد والفلاحه ولا الري ولا ما على باليش، وزير بابا وزير. انت كي تشوف بابا وزير هذايا تشوف اللاعب يدير كفره، يدير ركنيه، يدير كلش كلش كلش، مستوى تاعو والو، يقعد اساسي ويقعد هو اللي في المؤتمرات الصحفيه، هو يعني ما هاي اللي كيفاش راهم يلعبوا بالكره الجزائريه يا خوتي. نزيدكم واسمو هذاك اللاعب دوك نقول لكم نسيتو، اللي باش نعطي لكم امثله نعطي باش للاسف تيك توك ما يطولوش. دونك هذيك دعوه المعرفه البيستون جوار ليميتي، هو تيري لي كوفران، هو تيري لي بيناتي، هو تيري لي كورنر، هو تيري كلش، هو ديما لا تيتولار. واشنو ولا مارادونا تاع الجزائر، واشنو مسكين باباه وسيم. على كل حال وليد حليلو مسكين، فايق بلي باباه راهو بيستوني، بصح ما يقولش لا لا، شكون لي سي بيستون يقول لا لا، ما عندك ما تلوم فيه الوليد، لوم لونترينور. كلوم لا فيدراسيون، كلوم لي تكنيسيان، كلوم شلوليد صغير اللي يلعب، وحتى باباه ما نلوموش ما نلوموش. شنو وزير؟ وزير ما عنده حتى قيمة في الجزائر يا ناس، وزير ما عنده حتى قيمة. وزير راهو كي يوقف قدام سيرجان شوفور تاع الشوفور تاع الجنرال يترعد وحده،
قسما بالله يترعد. نعم يشوف جاه سيرجان جايب له بريه يعني يترعد يقول لك واش هذا. دونك العيب المدرب اللي لعب في جون اللي ما عنده حتى علاقه ما مستواه ليميتي وحطوه هو اللي. الموضوع الثاني تاع كرة القدم نشوفوه بعد الفاصل. الله أكبر، إيش العبور؟ إيش العبور؟